أبو يوسف، شو الفرق بين دوام رمضان ودوام باقي الأشهر في قطر؟ بس كلنا عارفين إنه الدوام في غير شهر رمضان الفضيل بكون 8 ساعات باليوم. في قطر الدوام في رمضان بكون 5 أو 5 ساعات ونص، تفرق من سنة لسنة. فالناس العادية بتداوم 8 ساعات، هذول ال3 ساعات الفرقية بنحسبوا لهم أوفر تايم، وفي الأخير بأخذوهم فلوس بعد الشهر الفضيل. الناس اللي زينا بيشتغلوا بالعيادات أو بالإدارة أو بأي مكان دوام صباحي بس، هذولا بداوموا ال5 ساعات 5 ساعات ولا بطلع لهم أوفر تايم ولا إشي. طبعا الأوفر تايم للأقسام الثانية ما عدا العيادات بنحسب الساعة بساعة ونص، يعني لنفرض إنه أنت بتاخذ باليوم 320 ريال، يعني ساعتك ب80، بتصير الساعة ب120، تضرب في 1.5. طبعا العيادات فيها أشكال ألوان، فيها العرب، فيها المسلمين، فيها المسيحيين، فيها البوذيين، فيها الهندوسيين، فيها عربي، فيها هندي، فيها فلبيني، فيها أمريكي، فيها بريطاني، فأنت مش راح تكون مداوم لحالك. طيب شو الفرق بين المسلم وغير المسلم في العيادات بما أنه دوامها قصير في رمضان؟ العيادات بظل دوامها زي ما هو من 7 للـ3، تمريض العيادات بالذات بظل دوامه زي ما هو من 7 للـ3 لغير المسلمين، لكن انت كمسلم بتيجي على 8 بتروح الساعة 1. زميلك غير المسلم بيجي الساعة 7 بشوف أول مريض أو 2، تيجي انت بتكمل معه للساعة 1، بتروح بتكون تارك له آخر مريضين أو 3 هو بشوفهم، ولما يخلص منهم بتسكر العيادة وبروح الجميع. طبعا دوام ال3 ساعات زيادة للممرض غير المسلم في العيادة ما فيش عليه ولا ريال. بما انه جبنا سيرة رمضان، الكل بيسألني قديش عطلة العيد عندكم؟ احنا متعودين في الاردن كنا نعطل العيد 3 أو 4 أيام أو 5 بالكثير. هون عطلة العيد بتكون طويلة عادة، يعني لنفرض العيد 2 3 4، بيجي قبلهم الاحد اللي هو الوقفة، بيجي قبليها جمعة وسبت اللي هي عطلة من الله، بيجي بعديها جمعة وسبت اللي هي عطلة من الله، بظل الخميس خذ في طريقك. فبالعادة عطلة العيد من 8 لـ9 أيام ومرات بتوصل 10. شكرا للزميل اللي سألني هذا السؤال، ولو أي واحد عنده أي سؤال يخص العمل في قطر ابعتوا لي على الخاص أو على رسائل الفيسبوك بجاوبكم على طول. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير.